هو شهر الصيام قد أقبل، وموسم الخيرات بنوره قد أطل، وهلالك يا رمضان باد قد أهل. إنها أعظم 30 يوماً وليلة في عامك يا عبد الله، فتغانمها بالحسنات، وسارع وبادر إلى الخيرات، ففيه توزع الرحمات، وفيه تفتح أبواب الجنان، وتعتق الرقاب من النيران. فبادر أخي، أجل بادر، قم وثابر، فما هي إلا أيام معدودة وليال مشهودة، فكن فيها من الفائزين. رمضان أمة واحدة. رمضان.